وزير التربية والتعليم يقول 10 دقائق زيادة لكل جلسة امتحان في التوجيهي، حيث ناقشت لجنة التخطيط الموسعة بوزارة التربية والتعليم في اجتماعها أمس برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز استعدادات عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي في دورته الشتوية المقبلة، والتي ستبدأ في 27 كانون وتنتهي في 23 منه. كان الرزاز قد أعاد التأكيد على زيادة 10 دقائق للزمن المخصص لكل جلسة امتحان. من الغد أيضا 380 مليون دينار حجم الاستثمارات السياحية المستفيدة من قرار التسهيلات، حسب ما قال أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى قمو، بأن حجم الاستثمارات السياحية المستفيدة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتسهيلات والإعفاءات وصل 380 مليون دينار. في منطقة العال طبيب واحد يقوم على خدمة قرابة 12 ألف مواطن يتلقون العلاج في مركز صحي منطقة العال. إلى جريدة الدستور، جلالة الملك يلتقي في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس أمس الأحد رجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية في الأردن والقدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. ومجلس النواب رفع قروض الإسكان للأفراد العسكريين من 10,000 دينار إلى 15,000 عندما أقر مشروع قانون معدل لقانون الإسكان العسكري لسنة 2017، وتراجع النائب صداح الحباشني عن الاستقالة من عضوية مجلس النواب. من الدستور أيضا، وبعد اتصالات وتنسيق أردني وفد وزاري عربي لمواجهة قرار ترامب، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية محمود عفيفي أمس عن تشكيل وفد وزاري عربي مصغر للتحرك دبلوماسيا وإعلاميا لمواجهة الآثار السلبية لقرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ننتقل إلى جريدة الرأي، ونقيب المعلمين الأردنيين باسل فريحات قال أن ما وصفه باللغط والتشويه للحقائق ترى خلال الأيام الماضية مطالب المعلمين الأردنيين المتمثلة بتعديلات قانون نقابتهم رقم 14 لسنة 2011، وذلك بعد السير بإجراءات تعديله وفق القنوات الدستورية إلى أن وصل إلى مجلس النواب حالياً. ووزارة الزراعة تسمح باستيراد مادة البطاطا كون الأسعار ما زالت مرتفعة وهنالك انخفاض في الكميات الواردة للأسواق خلال الأيام الماضية. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعلن أو يقرر تأجيل انتخابات الغرف التجارية والتمديد لعمل المجالس المحلية التي تنتهي مهلتها القانونية الخميس المقبل. نستعرض جزء من المواقع المنتقاة وعناوينها. من سرايا مصدر أمني يقول أن معلومات وردت إلى العاملين في قسم أمن وقائي إربد مفرزة مركز أمن بني عبيد حول حيازة أحد الأشخاص كمية من الحبوب المخدرة، حيث تم على إثرها تتبع هذه المعلومات للتأكد من صحتها والقبض على شخص بحوزة 200,000 حبة مخدر داخل مركبة. ومن سرايا أيضا، مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران في تصريحات صحفية قال أن تخفيض الحكومة لدعم الآلاف في مشروع موازنة العام المقبل بقيمة 20 مليون دينار بعد أن كانت 70 مليون سابقا سيؤدي إلى رفع أسعار لحوم الأغنام والحليب. إلى موقع جفرة، مفوض الشؤون المالية والإدارية والجمارك كشف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن اكتشاف قضية تهريب بمقدار 1,000,000 دينار الخميس الماضي. ومن جفرة أيضا، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدعو في بيان صحفي صدر عن مركزها الإعلامي المنشآت المسجلة بالضمان والأفراد لتعديل بيانات الاتصال الخاصة بهم
على موقعها الإلكتروني مباشرة. إلى أخبار البلد، وتأكيد أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكري أن الوزارة ستقوم بصرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي يوم الأحد الموافق 24 كانون أول. ومن ذات الموقع أيضا، تحويل 64 شخص للمدة العام بسبب التدخين بمستشفى الزرقاء. بصراحة أرودها.